يا ريحين على مصر يمين، يبعد سلام في كل الدنيا. مشتاق لناسها الطيبين، وديما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. ده أنا والله بدعي لهم رب السماء، قولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. مصر اللي زارها الخليل سيدنا إبراهيم، والنهار والليل مشي فيها فيها استجاب رب العباد لما دعا موسى الكريم عاش فيها. والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطاياها، واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحما احفظ بلادنا يا رب واملاها من خيرات، جايين بكل القلب ملناش رجاء. بهاء الفنان المبدع وفادي ماجد صاحب الجيتار الرائع، سامر سامح صاحب الأورج. الفرقة دي يعني أنا شايف إن فيها خليط ديني على وطني على حاجة كده، يعني بترجعنا لزمن الحلو بتاع مصر. بيتر قولنا إيه الفكرة، وأنتوا بتشتغلوا إزاي مع بعض، وفي أناشيد دينية إسلامية وفي تراتيل مسيحية، الفكرة دي جت إزاي؟ هي انا كنت قاعد مع نفسي خالص بشتغل وانا بسمع. هو عامه يعني المطرب او اللي بيغني عاده لازم يسمع كل انواع الغنى، حتى لو انجليش يعني حتى لو لغه تانية. فانا وداني يعني لما سمعت الادعيه شفت ان هو نفس الكلام اللي بيتقال في الترانيم. الشيخ مشير الراشد لما بيدعي لمصر بيدعي لها من كل قلبه، واحنا لما بنرنم لمصر بنرنم من كل قلبنا. فليه ما عملش نوع مختلف من الوحده الوطنيه كمزيج من الادعيه والترانيم؟ بس فعملت كده والحمد لله، ونجحت الفكره والناس تجاوبت معها جدا، وانتقدت طبعا بس كان التجاوب كان والايجاب كان اكتر بكتير الحمد لله. حد بيكتب لك مثلا كلمات مخصوصه، ولا انت بتجيب حاجات تراث موجوده او حاجات معاصره موجوده وبتعمل ميكس بينهم او دمج بينهم الاثنين؟ يعني بالظبط، هو فعلا يعني انا بجيب حاجات شويه معروفه عشان برضو الناس تبقى عارفه ايه اللي بتسمعه. بالظبط. فادي برحب بيك طبعا، برحب بسامر سامح هو خلف الكاميرات موجود معانا، هنستضيفه هنسلم عليه في نهايه الفقره ان شاء الله. برحب بيكم ومش عاوز اخد وقت المشاهدين، عاوزين نسمع تاني. عندك ايه تاني النهارده تمتعنا بيه وتمتع معانا المشاهدين؟ واحنا بنبعت رساله انه الفن حينما يخدم الوطن، الفن حينما يكون وسيله من وسائل الدعوه الى التسامح والى الحب والى معاني وطنيه ومعاني دينيه،
جميلة. والفن لما يكون راقي كمان ما فيش فيه لا حاجة، مش فيه إسفاف خالص ولا فيه لا كلمات فيها يعني إسفاف، مش ماشيين مع الموجة في الأغاني الهابطة. هم أخذوا خط لنفسهم وقد لا يعني لا يدر عليهم ربح وفير، لا بالعكس مثل هذا بالعكس النوع من انواع الغناء بيصرفوا عليه بيغرموا عليه. بالظبط كده، مش محتاجين حد معاكم في رابع في الفرقه؟ في كتير. طبعا انا بتكلم عن نفسي لينا شرف طبعا. الشيخ مظهر عايزين الله يكرمك يا حبيبي. سمعنا بيتك كده حاجه ثانيه. ماشي، احنا نقول حاجه للمطرب ماهر زين، هي عباره عن الانسان بيكلم ضميره بيقول انك انت لو تايه في مصدر وحيد يهديك ويرشدك هو الله. الله. ولما انقل على الترنيمه انا كده فعلا بكلم الله بقول له اسندني في كل ضعف انا فيه. جميل. فممكن نبدا بيها ان شاء الله. اتفضل. لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة ومد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك اسندني في ضعفي واسمع لي صلاتي اللهم ارحمني انا الخاطي اسندني في ضعفي واسمع لي صلاتي اللهم ارحمني انا الخاطي شق السماء وانزل الينا أرضنا من حوالينا قول كلمتك شعبنا يعرفك وبقوتك تيجي وتشفينا. جميل جميل جميل. قول لي انت كنت تقدر تغني اغاني عاديه خالص بالظبط يعني، وممكن كنت تكسب منها اكتر من كده بالظبط. ايه الاصرار ده يعني؟ ايه اللي جاي لك من ورا اللي انت فيه ده؟ هو الحقيقه هو يعني هو انا الفكره كفكره مختلفه، بس انا يعني انا فعلا بعمل حاجات تانية غير موضوع الدعايه والترانيم. فعلا بعمل حاجات تانية وبرده حاجات توصل رسائل. فانا برضو مش مقتصر على فكره ادعيه وترانيم بس اي فكره مختلفه عامه فينا احنا كفريق عامه بنقولها لبعض. فلو حد مثلا كاتب كلمات مختلفه طب يلا بسرعه يلا بينا لحن مختلف على طول طب يلا بينا نسجلها. وعملنا حاجات كتير قبل كده وهنعمل حاجات تانية برضو بعد كده من كلمات ناس معانا في الفريق يعني. هتنزل ان شاء الله الفتره الجايه. فاحنا الفريق اسمه ايه؟ لا هو ملوش اسم، هو ملوش اسم حد بيشتغل هو احنا بنسميه من دلوقتي صديقاتنا خلاص صديقان صديقان يعني عشان تخدم معانا على الفكره بصراحه. هو انتوا ليكوا حاجات ادعيه للشيخ احمد يعني قلتوها في مناسبات معينه تحب نحب نسمعها لو الشيخ احمد المشاري؟ انا سمعت لك مره، سمعت لك على اليوتيوب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت وانت قاعد في جنينه حلوه كده، ما اعرفش الجنينه دي فين. بالظبط كتير يعني مكان شيخ مظهر بيتابع حاجات كتير. لا انا بتابع كويس. ده شرف لينا. الله يخليك يا حبيبي. لا صوتك جميل بيتر وممتع وبجد، وانا عاجبني السكه دي قوي اللي هي فيها مناجاه لربنا سبحانه وتعالى ودمج بين الوطن والدين، وده جزء من ايماننا بالله هو حبنا لوطننا يعني. احنا بنؤمن بربنا عز وجل وبندافع عن الاوطان اللي بنقيم فيها دين الله عز وجل. ما انت لو ما عندكش وطن مش هتلاقي هتتعبد ربنا فين يعني. عارف يا شيخ مظهر يعني موضوع الموسيقى ده
فعلا بيبقى ليه دور كبير في تهذيب السلوك الانساني. طبعا. يعني الانسان اللي عنده اذن موسيقيه ده بيبقى انسان مرهف، ما بيأذيش حد في المشاعر، بيتكلم بطريقه هادئه، بيوصل رساله بطريقه مهذبه، مش بيأذي المشاعر. فانا بدعو طبعا كل الناس من خلال فرقتكم، من خلال برنامج الصديقان، ان الناس فعلا ترجع تسمع موسيقى، موسيقى راقيه، موسيقى هاديه تهذب السلوك. فانا لو في حاجه يعني عايز اسمع حاجه للشيخ احمد المشاري، لو في حاجه انتوا ما مشاري الراشد تقصد؟ مشاري الراشد اه. ما كانت اول حاجه هو قال اول حاجه لو في حاجه تحب تقولها خلينا نعلم الله مهدنا فيما اهتديت. اه يا ريت لو في حاجه تحب تقولها او حاجه تحب انت لو انت عايز توصلها برضو من خلال فيها دعوه للوحده الوطنيه، دعوه للسماحه، دعوه للمحبه، دعوه للالفه بين الناس وبعضها. احنا عايزين نوصل الرسائل دي للشعب. تمام. هو احنا كنا في حاجه محضرينها ده يعني دي للسنه الجديده بقى، او بمعنى اصح ان انا بقول لربنا دي صفحه جديده عايز افتحها معاك. الله جميل قوي. هي الحقيقه يعني هي الفريق معروف فاحنا هنقولها يعني بس هي بمعنى يعني انا بكلم ربنا انا عايز افتح الصفحه الجديده دي وتكون صفحه بيضاء كده معاك وتكون راضي عني. واحنا نفسنا عايزين نفتح برضه يعني كانها توبه بالظبط لله عز وجل، يا رب انا تبت اليك فنبدا بدايه جديده. بالظبط. ده جميل. ما هي التوبه معناها كده انك بتقفل صفحه فاتت وبتفتح صفحه جديده مع ربنا سبحانه وتعالى. بالظبط. اسمع اتفضل. صفحة بيضة جديدة فاضية ولسه ما تحطش قلم، عايز ارسم حاجة تانية وانسى كل اللي اترسم. صفحة من اولها تبقى برسم سطورها بمسطرة، كل فكرة تكون جديدة فيها مش متكررة. صفحة بيضاء لسه أول سطر فاضي، لسه ميت موضوع قصادي، نفسي قبل أي حاجة تبقى عني يا رب راضي. صفحة بيضاء ناوى غير فيها خطي، ناوى جدد روح إرادتي، نفسي بس تكون تقضي مهما أكتب فيها عادي. تبقى بكرة حاجة غالية تهمني، مش مجرد حاجة عدت يجي يومها وتترمي، لازم كل كلمة تبقى مدروسة قبل ما تتكتب، ما كتبش حاجة وتتحسب عليا غلطة وتتشتت. صفحة بيضاء لسه أول سطر فاضي، لسه ميت موضع قصادي، نفسي قبل أي حاجة تبقى عني يا رب راضي. صفحة بيضاء ناوى غير فيها خطي، ناوى جدد روح إرادتي، نفسي بس تكون تقضي مهما أكتب فيها عادي. صفحة بيضاء لسه أول سطر فاضي، لسه ميت موضوع قصادي، نفسي قبل أي حاجة تبقى عني يا رب راضي. صفحة بيضاء ناوى غير فيها خطي، ناوى جدد روح إرادتي، نفسي بس تكون
تقضي ما اكتب فيها عادي. جميل، احنا النهارده استمتعنا جدا. وطبعا في ناس قاعده بيشوفونا دلوقتي على الهواء يقولوا هو الموسيقى حرام ولا حلال؟ الشيخ قاعد جنب القسيس بيسمعوا مزيكا. يا جماعه الموسيقى طالما محترمه وهادفه والغناء محترم وهادف فليس تهذب الاخلاق، احنا بنبعت رسائل غير مباشره تثير المشاعر. مش لازم اقول الكلام ده، بس عشان الناس اللي هتعلق وتقول انا برد مقدما. لا، احنا هنسمع الموسيقى الهادفه والفن الهادف اللي يدعو لاحترام الوطن، اللي يدعو لحب الناس لبعضها، وهنستضيف كل الناس علشان نتعلم من بعض ونعيش مع بعض كده. اهو انا مع جناب القس صديق المحترم ابونا اسامه ياسيوس، معانا بيتر ومعانا فادي ومعانا سامح. سامر تعال تعال يا سمور. سامر بقى عازف الاورجل المحترم، بس طبعا عشان فيه تقنيه معينه وكهرباء وكلام من ده اضطر ان هو يقف خلف ال. عايزين نحييك تحيه وعايزين نهنيك يا سامر على المستوى الحلو بتاعك، واسمح لي بشكرك جدا جدا يعني شيخ مظهر جدا لهم البسكوت في العيد. العيد عشان العيد بيتر خد عشان العيد. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا مالك، فرحتونا. واستنوا بقى كمان ايه، الورده كمان طبعا الورده البيضه الجميله دي. ربنا يخليك يا شيخ مظهر، حبا في الله وحبا في الوطن. امين يا رب. سامر احنا بنشكرك جدا يا سامر النهارده انك انت كنت معانا في، والمرات الجايه ان شاء الله هنكون على الهواء مع بعض باذن الله ان شاء الله. اقعد جنبهم بقى كده يا سامر. تعالى يا سامر، واحنا سعداء بيكم النهارده جدا، وسعيد بوجودي في الحلقه الاولى على الهواء مباشره مع صديق العزيز ابونا اثناسيوس رزق. والحلقه القادمه باذن الله عارف انا قبل ما اختم شيخ مظهر، نفسي بقى ايه، نفسي من النهارده او الصبح الناس تصحى الصبح اللي شافونا، نفسي بكره الاقي الشارع اتغير، الاقي الشارع بدات فكره المحبه ترجع تاني، فكره التعايش ترجع تاني، فكرة المسلم المسيحي إيد واحدة، الشعار الحلو الجميل ده مسلم مسيحي إيد واحدة، مصر تساوي مسلم زائد مسيحي، الدين لله الوطن للجميع. نفسي بكرة ألاقي كده وأنا ماشي كده جنب عربية الفول، ألاقي كده محمد جنب مرقص، ألاقي مثلا في المترو الكرسي الواحد كرولوس جنب محمود، ألاقي فاطمة جنب دميانة، ألاقي الناس كلها الزمن يعني بنسترد الزمن الجميل مرة أخرى يا شيخ مظهر. أقول لفضلتك إيه؟ أقول لفضلتك إيه؟ البلد دي بتاعتنا كلنا بالظبط كده، وهنعيش فيها كلنا، واللي احنا فيه دلوقتي هي دي الطبيعه المصريه. في شويه تراب البعض معفرهم كده، احنا هنعفر هذا التراب عشان مصر الجميله تلمع تاني وتظهر تاني بطبيعتها. احنا مش بنخترع حاجه ولا بدقين من حاجه، احنا بنعمل اللي كنا متربيين عليه من زمان بنرجع له تاني، بس مش اكتر من كده. ده مش اختراع، دي بلدنا كلنا ومصرنا. طالما يعني وجدت النيه ربنا هيدي الامكانيه. بكرة الساعة 12:30 طبعا. أنا بشكر أبونا أثناسيوس على النهاردة كنا مع بعض، وإن شاء الله نكون مع بعض دايما بإذن الله. وبشكر سامر وبشكر فادي وبشكر بيتر على وجودكم معانا النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا، نكون مع بعض دايما بإذن الله. الحلقة هتعاد بكرة الساعة 12:30 الظهر إن شاء الله. اللي عاوز يشوفها بكرة 12:30 ظهرا يشوفها تاني. واللي هيبقى فيه لنا صفحة على الفيسبوك باسم البرنامج، أي حد عنده قصة نجاح أو له جار مسيحي بيحبه أو جار مسلم بيحبه، بنتين أصدقاء، ولدين أصدقاء، اتنين كبار أصدقاء، قصص نجاح، قصص كفاح، عاوزين يجوا معانا في برنامجنا يشاركونا معانا. حد عنده موهبة، حد عنده اختراع مصري يخدم به مصر يخدم به البلد، يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك، هيبقى اسمها صفحة الصديقان أو برنامج الصديقان، هيبقى عليها صورتي وصورة أبونا أثناسيوس. ابعتوا لنا اقتراحاتكم، أفكاركم، صداقاتكم، حكاياتكم، قصص نجاحكم، جريتكم المحترمة، وهتكونوا ضيوفنا في برنامج الصديقان دايما بإذن الله. شوف أشكر كل فريق البرنامج اللي تعب معانا النهاردة، من أول المسؤولين عن القناة دكتور حسن راتب، الأستاذ أشرف عبد المنعم، الأستاذ شاكر الكامل، الأستاذ أسامة أبو زيد، الأستاذ محمد بدوي، كل الناس الموجودين النهاردة في الاستوديو، المخرج الأستاذ حسام والرئيس والعجمي، الأستاذة جينا، الأستاذة جهاد، الأستاذ عماد كمال، الأستاذ عماد خليل، الأستاذ إخاء، كل الناس اللي تعبت في الحلقة ديت وفي الحلقة اللي فاتت بشكرهم شكرا جزيلا. وطبعا اللي خلف الكاميرات واللي في البوفيه وكل اللي في الاستوديو شكرا جزيلا. نلتقي بكم على خير الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد يوم الثلاثاء 11 مساء في الصديقان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسبوع على خير، مع ألف سلامة.